إذا استيقظت بعد طلوع الشمس، فهل يجب علي أن أصلي ركعتي الفجر مع قضاء صلاة الصبح؟ وهل أسر فيها أم أجهر؟ الصلوات المفروضة هي التي يجب قضاؤها إذا خرج وقتها، سواء أكان ذلك عن سهو ونسيان ونوم أم عن قصد وتعمد. أما قضاء النوافل وهي الصلوات غير المفروضة، إن قضاها غير واجب، لأنها في الأصل غير واجبة الأداء. ولكن إذا لم يكن قضاؤها واجبا، فهل يكون مندوبا يثاب عليه؟ للفقهاء في ذلك خلاف. خلاصته أنهم أجمعوا على ندب قضاء ركعتي الفجر، وذلك لأهميتهما. فقد ورد في حديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وحديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، رواه البخاري ومسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضائهما: من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما، رواه البيهقي وإسناده جيد. وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا إلى استقلت الشمس أي ارتفعت، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر. أما غير ركعتي الفجر فقال الحنفية والمالكية لا يقضى، وقال الشافعية: كل صلاة لها وقت، إذا خرج وقتها يسن أن تقضى. والحنابلة قالوا: تقضى الرواتب فقط والوتر. هذا والسنن الراتبة تقضى سرا، سواء أكان ذلك ليلا أم نهارا، وذلك كصلاتها أداء. والله أعلم.